بيروت أقامت القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية لقاء سياسيا تضامنيا مع سوريا تحت عنوان سوريا أسطورة الصمود وقلعة لا تلين في وجه الأعداء. تحت عنوان سوريا أسطورة الصمود وقلعة لا تلين بوجه الأعداء، نظم لقاء الأحزاب الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية مهرجانا تضامنيا مع سوريا ضد العدوان الإسرائيلي والمؤامرة عليها. هذا العدوان سيزيد من التفاف الشعب السوري العربي وكل الشعب العربي حول الجمهورية العربية السورية دولة أرضا وشعبا وقيادة بقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. ندعو الجميع، جميع القوى الحريصة على الوحدة الوطنية، الحريصة على الاستقلال السياسي لكياناتها، الحريصة على مشروع حضاري نهضوي، ندعوها إلى الانخراط العملي في مقاومة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على سوريا. مصلحة لبنان أن يقف مع سوريا، كما من مصلحة الأردن، وكما من مصلحة العراق، وكما من مصلحة جميع الدول، كون تفكك سوريا لا سمح الله سوف يؤدي إلى تفكك هذه الدول. فنحن سننتصر في دمشق، ونحن سننتصر في لبنان، ونحن كما سننتصر في القدس ونسقط المشروع الامريكي الصهيوني. الكثير من الحكومات العربية متورط في كل ما يجري في سوريا، ولا تغير ادانتهم اللفظية للغارة الاسرائيلية شيئا من هذه الحقيقة. هم متورطون بالمال والسلاح والرعاية للمجموعات التكفيرية، ومثلهم العثمانية الجديدة في تركيا. نسوا فلسطين ونسوا تهويد القدس والضفة والاعتداءات على المقدسات، وانصرفوا بكليتهم الى تدمير سوريا. وان المؤامرة على سوريا فشلت لان الجيش العربي السوري هو جيش عقائدي لا يعرف الا عدو واحد هو اسرائيل. وحيا المشاركون في المهرجان صمود الشعب العربي السوري والجيش العربي السوري بوجه الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشنة على سوريا. نحن في هذا المجال نقف إلى جانب أشقائنا في سوريا، لجانب أخوتنا في سوريا، ضد هذا العدوان الغاشم الذي استهدف سوريا. هناك تقدم كبير بالوحدة الوطنية السورية في مواجهة العدوان، وهناك التفاف جماهيري عربي حول سوريا المعتبرة موقع الصمود الأول والذي يراد ضربها. ومن كان يتعرض لمؤامرة عالمية كونية ويصمد سنتين ويستطيع أن يحقق إنجازات فليعلم أنه يسير على الطريق الصحيح. الجيش العربي السوري لا يزال وسيبقى يملك فائض من القوة، ليس في مواجهة الوحدات المستترة من الارهابيين والمخربين على ارض سوريا العربيه، انما يملك فائض القوه في مواجهه الجيش الاسرائيلي مباشره. لقاء وطني تضامني مع سوريا قياده وجيشا وشعبا، وفيه تاكيد ان المقاومه ستبقى هي الخيار والنهج ضد اي مشروع تآمري على شعوب المنطقه ومقدراتها، وعلى فلسطين التي لن تكون ابدا بدون سوريا الدور والمكانه. سنعلوي للتلفزيون العربي السوري، بيروت.